ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنتكلم الفيديو ده عن الداي الكتريكس. اللي ما شافش بارت 1 اوف التوبيك ده اللي هو الكاباسيتورز يروح يتفرج عليه، عشان لو انت ما شفتش بارت 1 وجاي تتفرج على البارت ده مش هتفهم اي حاجه، ان هو بيزد اون اللي قبليه. اكشلي هي في نوت واحد او في سلايد واحد، وده اللي هنزله. باي ذا واي، عشان في ناس ممكن ما تبقاش عارفه، انا بنزل كده كده كل السلايدز او كل النوتس اللي بكتبها دي بنزلها از بي دي اف فايل في ديسكريبشن الفيديو، تمام؟ فلو انت ما شفتش الفيديو اللي فات ارجع شوفه عشان تفهم الفيديو، تمام؟ طيب ايه الدايلكتريكس؟ وات ار دايلكتريكس؟ واتس ا دايلكتريك؟ ايه الدايلكتريك؟ هو يعني ببساطه شديده هو انسوليتر. انسوليتر بقى سيمي كوندكتور، المهم ان هو مش كوندكتور، يعني هو نوت ا كوندكتور، خلاص؟ سواء بقى انسوليتر سواء سيمي كوندكتور، ولكن هو مش كوندكتور، هو انسوليتر، هو حاجه بتنسوليت وليها بروبرتي هنستخدمها بعد شويه اسمها البيرميتيفيتي ابسلون، اللي هي البيرميتيفيتي. ممكن تبقى صح، مش مشكله. البيرميتيفيتي مش ابسلون نوت، ابسلون نوت دي بيرميتيفيتي اوف فري سبيس، ابسلون بس من غير النوت تبقى بيرميتيفيتي، ودي هنستخدمها بعد شويه او اكشلي دلوقتي يعني، بس مش مشكله. طيب احنا اتكلمنا عن الكاباسيتورز، هنحط بقى الدايلكتريك في كاباستر. استخدمنا ايه او استفدنا ايه او ايه اللي بيحصل؟ لو احنا جبنا كاباستر مشحون، كاباستر ده مشحون، لينا اد كومنت هنا ان الكاباستر ده تشارجد، تمام؟ كاباستر مشحون، واحنا قلنا بيتشحن ازاي المره اللي فاتت. كاباستر مشحون حطيناه في سيركت فيها فولت ميتر، لقينا ان اري فولتج او اري بوتنشال ديفرنس دلتا في نود، سجلنا القرايه دي سميناها دلتا في نود، ودلتا في نود دي عاليه. بعد كده حطينا داي الكتريك او انسوليتر ما بين الكاباسترز، ما بين الاثنين كاباسترز، لقينا الفولت ميتر جايب قرايه سميناها دلتا في بس مش نود، دلتا في بس، وكانت اقل. لو خدنا بالنا هنا دلتا في اقل من دلتا في نود، فعملنا حاجه اسمها الداي الكتريك كونستنت وليه سيمبل كابا. كابا دي ده جريك لتر، هي كي بس يعني مجهده شويه، خلاص؟ السيمبل ده او السيمبل كابا ده هنحاول يعني بقد ما نقدر نخليه مختلف شويه عن كي، بس هو مش هيطلع عمره مختلف عن كي، ما عليه. السيمبل كابا ده هو من الاخر الريشيو بتوين الفولتج الكبيره اللي هي في نوت على الفولتج بتاعه الدايلكتريك اللي هي في العاديه. ماثيماتيكلي بقى ده هيبقى ايكوال تو كيو التشارج، التشارج على الكاباسيتورز هي ثابته ما بتتغيرش، اوفر الكاباسيتنس نوت اللي هو بتاع الكاباسيتور العادي، على الشارج اوفر كاباستر اللي فيه الدايلكتريك، خلاص؟ يعني ده كاباستر سي وده كاباستر سي نود، والاثنين عندهم نفس الشارج، بتتغير. لو كنسلنا كيو مع كيو وظبطنا الايكويشن هيطلع ده الكاباستنس بتاع الدايلكتريك على الكاباستنس اللي من غير دايلكتريك، اللي هو لو احنا فاكرين من الفيديو اللي فات قلنا ان الكاباستنس بتوين تو بليتس او الكاباستنس بتاعت تو بليتس هي ابسلون نود، خلينا بقى نقول بتاعت النود بس الاول، اللي هي الكاباسيتورز اللي ما جواهاش حاجه، هي ابسلون نود في الاريا اوفر الديستنس بتوين التو بليتس. هنا بقى ابسلون مش ابسلون نود، لو فاكرين من دقيقه مثلا قلنا ان ابسلون ده هو البرميتيفيتي اوف الانسوليتر، كل انسوليتر او كل دايلكتريك ليه فاليو برميتيفيتي بتاعته. ابسلون مضروبه في الاريا بتاعت البليت اللي هي ما بتتغيرش على الديستنس بين البليت اللي هي ما بتتغيرش. لما هنكنسل اوت كل الفاريبلز اللي مش مطلوبه هنلاقي في الاخر ان الكابا دي هي ايكوال تو البيرميتيفيتي اوف الدايلكتريك على بيرميتيفيتي اوف فري سبيس، وده الريشيو، ده حاجه اسمها الدايلكتريك كونستنت. لو خدنا بالنا من هنا هنلاقي ان الفي نود دلتا في نود اكبر من دلتا في، وان سي كاباستنس بتاع الدايلكتريك اكبر من الكاباستنس من غير الدايلكتريك، وان البيرميتيفيتي كده كده بتاعت اي انسوليتر اكبر من البيرميتيفيتي بتاعت الفري سبيس. دي حاجات ايه من الايكويشن. طيب بسيمبل كالكوليشنز او سمبل ماثيماتيكال سمبليفيكيشن اساسا لقينا ان الايكويشن بتقول، لو اخذناها من الحته دي خلاص، ان احنا لو عايزين نجيب ريليشن ما بين الكاباستنس بتاع الكاباستر وهو فاضي والكاباستر وهو جواه الدايلكتريك، هنلاقي ان الكاباستنس بتاعت الدايلكتريك از ايكوال تو سي نود اللي هي الكاباستنس العاديه تايمز الكابا بتاعتنا اللي هي الكونستنت، او الكلام ده هيبقى ايكوال تو كابا تايمز ابسلون نود الاريا على دي. لو احنا عايزين نجيب كاباستنس كاباستور وجواه داي الكتريك، تمام؟ طيب يا جماعه انا يعني هحاول الفيديو ده على قد ما اقدر اخليه قصير جدا عشان هو الكونتنت بتاعه طويل،
بس لو طول مني ف I'm sorry for that. طيب تمام، الدايلكتريك اتسلف احنا قايلين لو عايزين الكاباسيتنس بتاعتها، لسه جايبين الكاباسيتنس بتاعها اهو، ان السي بتاعت الدايلكتريك اللي اسمها سي دي مثلا، سي دايلكتريك هي ايكوال تو الكابا في ابسلون نود اريال بليت على دي. تشارج هي ما بتتغيرش، كيو سي بقى سي مين؟ سي بتاعت الدايلكتريك في دلتا في. الانرجي هي ما بتتغيرش، هي هاف سي سي بتاعت الدايلكتريك برضو، دلتا في بتاعت الدايلكتريك برضو اللي هو فاضي من غير النود. خلينا بلاش الدي دي عشان ممكن تتلخبط الدي نود بس يعني ما علينا. خلاص سي فاضيه، سي من غير النود خالص من غير اي حاجه، هي كده دي بتاعت الدايلكتريك، وفي سكوير بتاعت الدايلكتريك برضو. ده عادي خالص احنا ما قلناش حاجه. طيب الدايلكتريك ده هو سبستنس انسوليتر، ولكن اي انسوليتر في الدنيا لو اتعرض لالكتريك فيلد قوي قوي هيتعمل له حاجه اسمها ايونايزيشن، والايونايزيشن ده بيبريك داون الانسوليتر ده وبيخليه بعد كده اصلا ايونايزد انسوليتر، او يعني هو من الاخر بيعمل الكتريك فيلد اصلا، وهنتكلم في الحته دي بالتفصيل بعد شويه. طيب وات از الماكسيمم الكتريك فيلد ا دايلكتريك كان ستاند، الماكسيمم الكتريك فيلد ا دايلكتريك كان ستاند قبل ما يتعمل له ايونايزيشن؟ دي حاجه اسمها دايلكتريك سترينث. الدايلكتريك سترينث ده، وده يعني رقم بيبقى بالفولت، ان هو ده احنا قلنا ان هو ده الماكسيمم، ده الماكسيمم الكتريك فيلد الدايلكتريك كان ستاند، الدايلكتريك يقدر يستحمله قبل ما يبوظ يعني، ستاند بيفور ايونايزيشن. وهنتكلم على حته الايونايزيشن دي بالتفصيل بعد شويه. بيفور ايونايزيشن او بريكنج داون. طيب هو من الاخر الكتريك فيلد يعني هو فاليو اوف الكتريك فيلد سترينث من الاخر، ماكسيمم الكتريك فيلد سترينث، فبيتقاس بالايه؟ فولت بير متر، او الكتريك فيلد سترينث فولت بير متر. ده جدول ملوش اي لازمه، مش لازم نحفظه، بس بيقول ان الماتيريال حاجه زي الاير بيبر، كل ما الانسوليتر اتغير كل ما بقى ليه كابا مختلفه، دايركتريك كونستنت مختلف، كل ما بقى الالكتريك سترينث بتاعه الدايركتريك سترينث بتاعه مختلف. وده يا جماعه رقم بس عشان الناس تخش بالها، ده رقم تايمز 10 باور 6، يعني ده 3 تايمز 10 باور 6 فولت بير متر. ده رقم كبير كبير جدا، عشان نعرف نحول انسوليتر للكوندكتور احنا محتاجين الكتريستي عاليه قوي. تمام. طيب دي حته الدايلكتريك كونستنت، ايه اللي بيحصل؟ ان هو ده عند كل ماتيريال ليه الفاليو بتاعه، او زاد عن الفاليو ده بيحصل ما يسمى بالايونيزيشن. طيب هنتكلم عن ايونيزيشن دي مره اولى، هنتكلم عن ايونيزيشن بعد شويه. طيب نخش بقى حته يعني كيمستري شايف نفسها كده، كلمه دايبول دي احنا اخر مره سمعناها كانت في الكيمستري. ما هو الدايبول؟ الدايبول هو حاجتين، اول حاجه اول كاركترستيك عندنا اهو ان هو تو تشارجز، حاجتين داي تو تشارجز ايكوال الماجنيتيود زي دول كده، ادي نيجاتيف كيو ادي بوزيتيف كيو، واوبوزيت دايركشن، واحد فيهم نيجاتيف واحد فيهم بوزيتيف، نفس الكيو ولكن واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، وايه دول؟ ده ما يسمى بالدايبول. طيب هنا دول اتنين تشارجز، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، اتنين كيو عادي، والسيبريشن ما بينهم 2a، ديستنس دي 2a، سيبريشن ما بينهم 2a. تمام. الدايبول الكتريك دايبول عنده حاجه اسمها الكتريك دايبول مومنت، دي بروبرتي خلاص عنده، مش مهم هي لازمتها ايه او مش مهم هي بتاعت ايه، المهم ان في بروبرتي اسمها الالكتريك دايبول مومنت، وهي بتبقى البرودكت ما بين التشارج وال بين التشارج والديسبيسمنت. الكتريك دايبول مومنت دي هي فيكتور كوانتيتي، خلاص الفيكتور كوانتيتي بي از ايكوال تو الديسبيسمنت، خلاص او الديسبيسمنت ده displacement مش distance. displacement يعني displacement ده ليه direction عشان ده vector multiply by charge. ممكن نكتبها بطريقة تانية وأكبر بقى شوية، إن الإلكتريك dipole is equal to 2qa، في الحالة دي 2qa خلاص ليه vector، يعني ده ليه direction، هو ليه vector وبيبقى في direction بتاع ال p، بيبقى عامل كده في direction بتاع سوري بتاع ال a بتاع displacement. يعني لو في direction change بيبقى ليه vector unit، انما الماجنيتيود كده كده الماجنيتيود بتاعه عادي خالص ايكوال ماجنيتيود 2qa من غير بقى فيكتورز ولا اي حاجه. طيب ده فكره دايبل الكتريك دايبل. لو حطينا بقى الالكتريك دايبل ده في الكتريك فيلد تو ان انجل، يعني ما حطيناهوش بارلل الكتريك فيلد، ديسبيسمنت دي واخده انجل ثيتا خلاص، انيشال ثيتا
وهنقول ليه بعد كده انيشن، وعامله انجل ثيتا اهي مع الفيلد، يعني ادي الفيلد لاينز بالمنظر ده، وادي الديسبيسمنت عامل انجل ثيتا، واحده هنا بوزيتيف واحده هنا نيجاتيف. طيب ده الكتريك فيلد ودي تشارجز اي بي سي الكتريسيتي اللي احنا قعدنا نتكلم فيها كتير قوي، ان عندنا تشارج وجوه فيلد احصل عليه فورس. طيب الفورس اللي معناها البوزيتيف مع اتجاه الفيلد الناحيه دي نسميه اف. طب الفورس الثاني هل هو مش هما الاثنين عندهم نفس التشارج؟ ده معناه ان هما عليهم نفس الفورس ولكن ان اوبوزيت دايركشن، فده نيجاتيف اف. As a displacement أو as a translational motion خلاص الاثنين دول هيبقوا ثابتين in translational أو linear equilibrium، هيبقوا ثابتين ما الفورس يمين قد الفورس شمال، فدي ما تتحركش، ولكن فرق الديسبيسمنت ما بينهم هيعمل لنا حاجة ظريفة قوي، هيخلي الحاجتين دول هيخلي البارتكلز دي تقعد تلف كده، حاجة ظريفة قوي لو اتفرجنا على المنظر ده في الحقيقة مضحك جدا. عندنا اثنين charges في electric field، فرصة على البوزيتيف يمين، فرصة على النيجاتيف شمال، بس ما بينهم ديسبيسمنت، هنلاقيهم عمالين يلفوا في دايرة. وما تنسوش ان الالكتريك دايبل مومنت في الدايركشن ده. طيب معنى ان هم هيلفوا، نرجع بقى الفيزيكس 1 بقى ذكريات فيزيكس 1، معنى ان هم هيلفوا ده معناه ان احنا عندنا ما يسمى بين تورك، والتورك ده فيكتور. التورك بيتجاب هنا ازاي؟ التورك هو ايكوال تو الدايبل مومنت كروس، يعني نخليها بالاسود، كروس الالكتريك فيلد سترينث اللي هم فيه، وده كروس برودكت. طب يعني ايه اعمل ايه بالكروس برودكت ده؟ يعني هيجي لنا مسائل بقى كروس برودكت وكده، هيجي لنا مسائل عادي جدا كروس برودكت وتمام. لو معانا ماجنتيودز والموضوع سهل وبسيط، هيبقى التورك از ماجنتيود ايكوال بي في اي في ساين ثيتا، وده اصلا الديسكريبشن بتاع كروس برودكت، يعني هو ده كروس برودكت اللي هو في الحاله دي، عشان احنا قلنا الدايبل مومنت بتاعهم هنا 2 كيو اي في اي في ساين ثيتا، ده ماجنتيود. لازم معانا فيكتور دايركشن تاني، بكرر ده ماجنتيود بس، ده الماجنتيود، محتاجين فيكتور دايركشن هنجيبه بقى بالكروس برودكت. وموضوع مش هنخش في الموضوع دلوقتي، لو عايز تفهم بالتفصيل الكروس برودكت او الدوت برودكت فهنعمل فيديو من السمستر اللي فات بيشرح حته الدوت برودكت والكروس برودكت ان ديتيلز. خلاص هحط اللينك بتاعه فوق في الاي اللي بتطلع على اليمين دي، وهحط اللينك بتاعه برده في الديسكربشن. تمام. طيب ده لو احنا عندنا ايه، هتلف هتعمل تورك. طيب احنا اتكلمنا عن دايبل مومنت، اتكلمنا عن التورك بتاع الدايبل مومنت لما بتلف. اخر حاجه هنتكلم عنها البوتنشال في الدايبل، اخر حاجه هنتكلم عنها في الدايبل الكتريك دايبل، البوتنشال انرجي اوف ا دايبل اوف الكتريك دايبل. خلاص از ا رول، برضو ازارول مش مهم جت منين، ازارول ان البوتنشال انرجي هو نيجاتيف الماجنيتيود بتاع الالكتريك دايبل مومنت في الكتريك فيلد سترينث في كوزاين ثيتا، اللي هو باي ديفينيشن اليو، عشان اليو دي سكيلر، هي نيجاتيف بي فيكتور دوت اي فيكتور، وبرضو دوت برودكت تاني احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده في فيديو لوحده الدوت برودكت. طيب ده لو ده الماجنيتيود بتاعه، خلاص ده ماجنيتيود يو وده الفيكتور وبيطلع سكيلر، يو سكيلر فده الدوت برودكت بتاعته فيكتورز بيطلع سكيلر برودكت. حلو قوي. خلصنا بقى من الدايبل، نخش في حته ثانيه كيمستري اسوأ بقى، يعني المفروض انها اسوأ. طيب ايه بقى، وده اللي هيخلينا بعد كده نقول يعني ايه بولاريزيشن، ايه بولر وايه نون بولر. في الكيمستري كنا نقول البولر نون بولر دي حاجه، دي كارين تشارج نت تشارج، دي حاجه مش كارين نت كده. طيب احنا هنا دلوقتي اهو عندنا بولر موليكيول ونون بولر موليكيول، ايه اللي يخلينا نعرف انها بولر او نون بولر؟ عندنا حاجتين او حتتين مهمين في اي موليكيول في الدنيا، لو هي فيها بوزيتيف ونيجاتيف، او اي موليكيول يعني ايونيك مثلا بوند او كوفالنت بوند او واتيفر، اي موليكيول في الدنيا خلاص فيها نيجاتيف وفيها بوزيتيف دول اهو. النيجاتيف دي مثلا الموليكيول بتاعت الووتر H2O، خلاص فيها النيجاتيف سنتر اوف النيجاتيف تشارج في الاكسجين، هو نيجاتيف واحده بس في الموليكيول كلها. طيب البوزيتيف عندنا هنا H على اليمين، هنا H على اليمين وهنا H على الشمال، لو خدنا ما بينهم السنتر اوف تشارج اطلع هنا كده الحته دي اللي هي عند الاكس، يعني عند الاكس ده اسمه السنتر اوف بوزيتيف تشارج ديستريبيوشن. امتى نعرف ان الموليكيول بولر او نون بولر؟ الموليكيول السيت تو بي بولر، زي ما بالظبط مكتوب في اللكتشر، السيت تو بي بولر لما السيبريشن، لما يبقى فيه سيبريشن، وين نصغره شويه، وين ذير از ا سيبريشن بتوين النيجاتيف والبوزيتيف سنترز، يعني من الاخر لما النيجاتيف يبقى في حته بوزيتيف في حته، ساعتها ده معناه ان الموليكيول دي بولر. طب
وات اف كانوا الاثنين في اي مولكيول ما بقى كانوا الاثنين السنتر بتاع النيجاتيف هنا والسنتر بتاع البوزيتيف هنا برضو، ده معناه ان دي نون بولر. يبقى اي بولر مولكيول لازم نلاقي السنتر اوف نيجاتيف تشارج فيها بعيد عن السنتر اوف بوزيتيف تشارج، كده يبقى في ايه بولاريتي. وانا كاتب هنا حته كده ان الداي الكتريك از يوجوالي بول، يعني دايما الداي الكتريك بيبقى فيه بولاريتي، بيبقى بولر اساسا. تمام، ده يوجوالي يعني ممكن عادي نستخدمه نون بولر، بس خلاص يبقى لو احنا نون بولر يبقى اي حاجه احنا نقولها بعد كده ملوش لازمه. بس اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي وهو البولاريزيشن ازاي بيحصل، ده لما بيبقى اصلا مولكيول بولر في حته بوزيتيف وحته نيجاتيف. طيب هنزوم ان شويه على داي الكتريك، هنعتبر ان ده داي الكتريك معمول من الووتر، هو ووتر اساسا، في ووتر مولكيولز او مش لازم ووتر مولكيول، المهم ان هو بولر يعني مولكيولز. طيب ده الداي الكتريك بتاعنا اهو، ده الداي الكتريك بتاعنا خلاص، ده الاورنج فريم، ده الداي الكتريك بتاعنا وهو بولر مولكيولز بتاعته نيجاتيف بوزيتيف ديستريبيوتد بقى ايه متشقلبه بقى البوزيتيف فوق النيجاتيف، بيبقى في ما بينهم لينك. يعني لازم نخلي بالنا ان دايما هتلاقي جنب البوزيتيف نيجاتيف وجنب البوزيتيف هنا نيجاتيف، بس هتلاقيهم متنطورين في كل حته. لما نحطهم في الكتريك فيلد بتوين تو بوزيتيف بتوين تو تشارج بليتس بوزيتيف ونيجاتيف او بليت، هتلاقيهم اللي هو ما بينهم هنا الكتريك فيلد الكتريك اي نود، خلاص دايما لما نلاقي اي نود نعرف ان في اي مش نود، دي بتعمل مشكله ثانيه. طيب لما في الكتريك فيلد ماشي لليمين بالمنظر ده صح، ساعتها كل المولكيولز هتصطف هتقف صف كده مع الالكتريك فيلد، النيجاتيف بيتشد للناحيه دي كله بيتشد للناحيه دي والبوزيتيف كله بيتشد للناحيه دي. مشهد ظريف جدا ان المنظر ده يبقوا يونيفورملي ديستريبيوتد خلاص، كانهم واقفين في لاين في صف مع الالكتريك فيلد، بوزيتيف ناحيه النيجاتيف والنيجاتيف ناحيه البوزيتيف، عشان ايه ديفرنت بولز اتراكت والكلام ده. طيب يعني في الكتريك فيلد. طيب لو زودنا قوي الالكتريسيتي وعدينا الداي الكتريك سترينث ايه اللي هيحصل؟ هنيجي بقى لمشهد تاني خلاص، ادي احنا شيلنا بقى المولكيولز من جوه، ادي الداي الكتريك بتاعنا، عشان انا رسمت الموضوع ده عشان ما اطولش فيه، يعني ادي الداي الكتريك بتاعنا اهو خلاص، وادي الاي نود بتاعته، دي الالكتريك فيلد اللي في الاول. اول ما قعدنا نزود 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 لقينا بسبب الموقف ده بسبب الموضوع ده لقينا الناحيه دي بقت نيجاتيف قوي 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 قوي، والناحيه دي بقت بوزيتيف قوي 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 بسبب الايه الديستريبيوشن ده. فايت انديوست، وكلمه اندكشن او انديوسنج اوف حاجه دي هنستخدمها كتير قوي في الالكتريسيتي والماجنتيزم، ات انديوست ان الكتريك فيلد ان ذا اوبوزيت دايركشن. يعني ايه؟ يعني عملت هنا نيجاتيف 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 زي ما احنا شايفين هنا اهو، والناحيه دي بوزيتيف بوزيتيف، فالنيجاتيف والبوزيتيف دول جوه الداي الكتريك اتسلف، في الداي الكتريك اتسلف عمل الكتريك فيلد في العكس الناحيه الثانيه، بس بيبقى اقل سنه. وبما ان الاثنين دول بقوا يعتبروا هما الاثنين كمان charged surfaces او plates او whatever، فبقى ليهم هنا دي السيجما دي اهي بتاعت البليت نفسه عادي، positive سيجما ونيجاتيف سيجما بتوع ال external plates. جوه الدايلكتريك بقى فيه بقى كمان سيجما surface charge dense جو هنا بالنيجاتيف اهي، دي بالنيجاتيف لدي ودي بالبوزيتيف لدي زي ما مكتوب هنا. فبقى عندنا e node و e induced او e external و e induced، لان احنا لو عايزين نجيب النت الكتريك فيلد في العك ده كله في الليله دي كلها هنعمل ماينس، الموضوع بسيط خالص. الكتريك فيلد سترينث فيكتور النت عايزين نجيبه هيبقى ايكوال تو الاكسترنال، اكسترنال اللي هو اي نود عشان برضه الناس تاخد بالها، اكسترنال ده اللي هو باي بليتس، اكسترنال ماينس الانديوسد الكتريك فيلد، ساعتها نطلع الاي نت. طيب وات اف، حته لذيذه كده، وات اف الكلام ده شلنا الداي الكتريك بدل الدايلكتريك وحطينا كوندكتر، وات اف وي ريبليسد ا كوندكتر، عشان الكوندكتر اصلا ايونايزد اساسا، يعني مش ايونايزد بقى، هو اصلا الكوندكتر بيكوندكت الكتريستي ففي الكتريك فيلد، يعني هو الكوندكتر بقى احنا لو حطيناه في الكتريك فيلد هيكوندكت عادي خلاص، الموضوع بسيط. لو حطينا كوندكتر مكان الكاباسيتور ساعتها الاي اكسترنال هتبقى ايكوال تو الاي انديوسد، يعني الاي للناحيه دي ايكوال للاي للناحيه دي، اتنين ايكوال بعض، which means ان هم هيكنسلوا بعض، which means اللي هو احنا اصلا عارفينه ان جوه الكوندكتور الاي هتبقى بزيرو. وده يا جماعه بروف تاني لان جوه الكوندكتور الالكتريك فيلد سترينث بزيرو، which means ان هنا خلينا حتى نكتبها ان هنا بما ان اي نت از ايكوال تو اي الاكسترنال اللي هي اي نوت ماينس اي الانديوسد في الكيس دي، therefore e net الحمد لله بزيرو.
احنا كده جبنا جوه ان الاي نت بقت بزيرو. مبروك يا جماعه، احنا كده خلصنا التشابتر. هنقول اخر حته بس، ابلكيشنز اوف كاباسيتورز. هقول سريعا بس مش هكتبها يعني، هقول سريعا. اول حاجه بتستخدم في كيبورد، كي كيبورد بيبقى فيه كاباسيتور في الاخر كده تحت، كل ما انت بتكليك بيغير الفاليو بتاع التشارج، او بيغير يعني بيغير الفاليو بتاع في الكتريستي بتحصل في الموضوع، فيعرف ان انت دوست على الزرار ده كاباسيتور، ان انت بتقربهم من بعض فبتغير البوتنشال. ما عليك، بيسموز ال احنا عندنا وهنعرف ده بالتفصيل قدام، عندنا نوعين من الكرنت، اي سي ودي سي، الترنيتنج كرنت ودايركت كرنت. خلاص، في اجهزه لو اشتغلت على الترنيتنج كرنت تتحرق، مش هينفع، فبنعمل ما يسمى بال اي دي سي، لا سوري مش اي دي سي، حاجه ثانيه، بنعمل من اي سي لدي سي، بنعمل حاجه بترانسفير الالترنيتنج كرنت للدايركت كرنت. الكاباسيتور بيستخدم في هذا الديفايس، وهو ما يسمى ممكن يعني الله اعلم هناخده قريب ولا لا يعني، بس احنا كده كده هناخده لما نتكلم عن الاي سي والدي سي، هو ما يسمى بالريكتيفاير. الريكتيفاير ده بياخد السيجنال الاي سي الحلوه بتاعتنا او البلس الاي سي يقلبها دي سي. الكاباسيتور بيستخدم عشان يسموز الحركه دي، عشان يسموز الموضوع ده. فالفرق ما بين الاي سي والدي سي يبقى حاجه بسيطه قوي، فنعرف نخليه دي سي نضيف وما بيبوظش الاجهزه بتاعتنا. ده استخدام التاني بتاعك، هو ليه كده استخدامات كتير يعني. استخدام التالت فلاش لايت وليزر، الاثنين بنفس الكونسبت، ان هو بيستور انرجي كبيره قوي، بيستور انرجي عاليه، فممكن يعني احنا ممكن نخليه يستور انرجي عاليه فيطلع لارج بوتنشال ديفرنس، يطلع لنا بلس لايت بلس. خلاص، ومش هنتكلم الموضوع ده بقى ان ديتيلز، هو كده. وبتستخدم كمان في حاجات في الرام وحاجات في الكمبيوتر، مش هنخش ان ديتيلز. المهم دي ابلكيشن، سوري لو طولت عليكم. احنا كده خلصنا التشابتر التوبيك. يعني بروبلي كنت اقول الموضوع ده على احنا باي ذا واي عملت بيج انستغرام جديده، هنزل عليها كل النيوز، لو هعمل فيديو جديد، لو في فيديو جديد نزل، لو اي حاجه هنتكلم عليها جديده. برضو الانستغرام بيج دي ممكن تستغلوها في ان انتوا لو عايزين تبعتوا لي اي مسج دي ام على طول، خلاص عشان ارد عليكم بسرعه يعني بدل كومنتس وكده. بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، شير في كل حته بقى، عشان الفترة اللي احنا قاعدين فيها في البيت دي احنا محتاجين ان احنا كل الناس تشوف الفيديوهات دي، عشان لو حد عنده اي مشكلة في موضوع الاونلاين ده الموضوع يعني بقى اسهل بالنسبة له. تمام، وكالعادة النوتس هتبقى في الديسكريبشن، هحط لينك الدوت برودكت في الديسكريبشن، دوت برودكت في الديسكريبشن، and thank you.